مفهوم التنافسية مفهوم يعتبر من المفاهيم المهمة جدا والحيوية جدا لأي اقتصاد متقدم. اقتصاد دولة الإمارات يعتبر من الاقتصاديات المتقدمة على مستوى العالم، وإمارة دبي بالخصوص تعتبر مدينة عالمية نظرا للجهود التي قامت فيها الحكومة في وضع الإمارة على المنصة العالمية. احنا اليوم في مكتب دبي للتنافسية نولي اهتمام تام للأجندة هذه بإعداد خطة استراتيجية متكاملة للخمس سنوات القادمة تنطوي على عدة محاور رئيسية، وكذلك على قطاعات حيوية لإمارة دبي مثل القطاع المالي، قطاع الطيران، قطاع التجزئة، قطاع الضيافة. كذلك قمنا بإصدار تقرير مهم جدا بالتعاون مع المعهد الإداري في مدينة لوزان خلال الفترة الماضية، طبعا يعطينا التقرير هذا توجه تام في مكامن القوة ومكامن الضعف في مفهوم التنافسية. ننظر طبعا اليوم مع كثب كذلك بتعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين على المستوى العالمي، المستوى الإقليمي والمستوى المحلي والاتحادي كذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.